السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما معكم المتابع الناطق الرسمي لعصبة الدار البيضاء الثقافية والرياضية، ونحن نتواجد عند أحد أبطال جمعية ملتقى الأبطال وضمن مسابقة مدينة أخف النير الأبطال الشعري الحلوي والإنجاز الكبير داخل المسابقة. ونشوفوا الأبطال ديالنا كيفاش شادوا المسابقة وكيفاش كان الإعلان ديالكم في هذه المسابقة الأخ الحلوي. السلام عليكم. السلام عليكم أخي بالعيد، كنشكرك على الزيارة ديالنا. بالنسبة للطلقة دازت الحمد لله في جو زوين، وهذه هي الحمامة اللي ديكلارينا بها. تبارك الله، كما كتشاهدوا معنا في الصورة ديال الحمامة المعلنة عند الأبطال ديالنا الطونديم الحلوي الشعري ضمن مسابقة أخ في النير. ولو كانت هذه المسابقة الأخ الحلوي، ولو كانت هذه المسابقة جد صعبة من حيث الحرارة ياك. وكان شوية الجو، كان شوية الجو قبيح بزاف. وتبارك الله كما كتشوف هاد السلالة هاد ديال هاد الحمامة هادي هي كتلعب في هاد الجو هذا، من سلالة ديال سيبيل تيري ديال الصديق ديال الحسن الشاعري. والحمد لله ديما فاش كتكون هاد الجو كيكون بحال هكا كنكونوا ان شاء الله كنكونوا ديما من الاوائل. بالنسبة لهاد السلالة متخصصة بالنسبة للمسابقات الموفيطو يا موفيطة. تبارك الله. وشحال من حمامة ديتو المسابقة الأخرى؟ دينا 4 حمامات. وهذه هي الحمامة الأولى اللي تم الحمامة الأولى هذه اللي ديكلارينا بها مع الوحدة وجوج دقائق. الوحدة وجوج دقائق زوالا. تبارك الله عليكم، راكم مديكلارين بالأوائل في عصبة الدار البيضاء الثقافية والرياضية، ودخول عدد قليل من الحمام. أنتم ربما غادي تكون من المراتب 10 الأوائل، نقولوا المرتبة السادسة أو السابعة. المهم مبروك عليكم، والحمامة البطلة ديال الحمامة. بالنسبة للحمامة شنو المباراة الكبيرة الأخ الحلو؟ هذه الحمامة هي العام ديالها 2014. 2014 السيري ديالها هو هذا. وندير واحد الاطلاله على الباك 2014، ولو ما خصهاش نبينوا الباك، ولكن كتكون اخر مسابقه المبرمج ضمن هذا الموسم، لا باس من نبينوا نمره الباك. شحال نمره الباك تسمى الاخ الحلوي؟ 92 14 2014. 2014 فيك عدا شي انجاز سابقه الحلوي؟ عند تبارك الله هذاك العام دار جوج بريات، واختها هي اللي ديكلارينا بها هذا العام ان شاء الله في طنطان، عندها هي بري. وهاد السلالة كل عام ان شاء الله ملي كتكون في كتجي المسافة ديما كتحقق الأحفاد ديالها. الأحفاد ديالها كل عام هادي فيها تخصص ديال كتلعب من 700 وكتلعب حتى 860. 860 متخصصة بالنسبة للمسابقة حتى 860. 860 داخلة في كرونفو ياك الأخ الحلو؟ داخلة في كرونفو. في الجو كيكون شوية، الجو كيكون شوية قاسح. تبارك الله. وكنت حاضر في ديكلاراسيون الاخر؟ لا ما كنتش حاضر هنايا مع المحل، ما كنتش حاضر لها، كان حاضر الدري صاحبي ربيع هو اللي كان حاضر لهنا. وجا غوت عليك وجيتي لقيتي الحمام؟ وراه كتكون ملكي. والشعور ديالك وانت وانتم كتعلموا بالاوائل في هذه المسابقه؟ هي مسابقه جد حرجه، هي مسابقه اخ في النير. اسم على مسمى اخ في النير، زعما راه مدينه غانيه كتوجد بها الحراره. الحمد لله ملي كتسمع حمامه كتديكلار بها في هذا الجو هذا، وكيكون الحمام قليل ما داخلش بزاف، راه كتكون فرحان مزيان. وبالنسبه لهذا الموسم شحال حمامه باش بديتو تقريبا؟ الحمد لله هذا العام هذا هو العام الوحيد اللي ما درناش فيه العدد بزاف. درنا فيه عدد قليل، بدينا ب 57 حمامه. والحمد لله باقي الحمام وداك الشيء اللي بقى. وكان شي حمام حبستوه؟ حبسنا على 10 حمامات هذوك دخلناهم للخدمه، والحمام بقات 14 حمام هذيك هزيناها المسابقه ديال الطاح، وخلينا 4 حمامات هذوك ما كانوش كاملين في الريج ديالهم، وهذوك ما كانوش مؤهلين للطاح. تبارك الله. بالنسبه للمسابقه ديال الطاح مشاركين في هذه المسابقه ان شاء الله؟ ضروري ان شاء الله. اللي غادي يدخل الحمام ديالها ربما غدا ان شاء الله الصباح الباكر او بنفس بزوال. تبارك الله عليكم الاخوان طونديم الحلوي الشاعري احد الابطال الكبار داخل جميع الجمعيات داخل مدينه الدار البيضاء، واحد قدماء الاولى بمدينه الدار البيضاء. وكيفاش كتشوف بصفه خاصه بالنسبه لهذه المسابقه اللي هي مسابقه ديال اخ في النير، كيفاش شاهدتيها وكيفاش شاهدتي الاخوانيه ورد فعل ديال الاخوان ديالنا ضمن هذه المسابقه؟ اللي ديكلارو اللي ما ديكلاراش؟ الحمد لله المسابقه كما كتشوف كانت دازت في جو شويه، كان الجو شويه صعيب، والحمد لله كاين ديكلاراسيون زوينه، وكنتمنى الخير لكاع الدراري اللي ديكلاراو واللي باقي ما ديكلاراوش. واحد موفق للجميع. وبالنسبه للطونديم ديالك ما حاضرش معنا الاخ شاعري؟ الطونديم ديالنا انا كنهدي ليه الديكلاراسيون هذا، حيت هو ما حاضرش معنا في الديكلاراسيون على قبل
العمل العمل ديالي. تبارك الله عليك. وشي تحيه وشي نصيحه غتقدمها للاخوان ديالنا؟ والتحيه هي ديال اللي غادي نقدم للدراري، والنصيحه اما على حساب الولاعه، هي الولاعه كتبغي شويه الخدمه، تبغي تكون عندك لالين زوينه، تبغي شويه الخدمه بزاف باش تخدم معاها باش حتى هي تعطيك. داكشي اللي كاين. تهلا فيها غتهلا فيك حتى هي. من جد وجد ومن زرع حصد. داكشي اللي كاين الاخ بلين. وبالنسبه للوفت ديالكم ما كاين حتى شي مشكل بالنسبه للتهويئه بالنسبه ل الحمد لله اللوفت داز مزيان هذا العام، وحنا اللي بحال هذا العام حنا درناها كتجربه هذا اللوفت، حيت اول عام حيت صوبنا فيها تسجنها عاودناها. والحمد لله داز داكشي داز بالنسبه للرياسيو بالنسبه لكل شيء داكشي مزيان تبارك الله. مزيانه ما كاين لا غبره لا والو الحمد لله. كما كتشوف دابا واخا كيكون شويه الجو صاهد وهذا، كتدخل السجن كتلقى كتلقى التهويئه كتلقى كل شيء مزيان اللهم لك الحمد. وبالنسبه للادويه اللي كتستعملوا ما كاينش لي برودوي شيميك؟ هو بالنسبه للبرودوي شيميك جوج اللي خاصك تبازي عليهم، جوج حوايج كتبازي على التريكومونوز وابراسبيراتوار. داكشي اللي كاين هادو ضروريين. ونوصي المواليه في حاجه اخرى عاوتاني، الا كان باغي يلعب وكيدير خاصو يتريني بالحمام. اونطريمون ضروري هي الحمام. ضروري ضروري اونطريمون. ويتبع واحد البروغرام ضروري من بروغرام واحد البرنامج يديرو، البرنامج السنوي يديرو باش يتبع البرنامج ديالو باش يعرف حتى هو واش كيدير. واش كاين بروغرام ديال الفيتاس دومي فور فوكو؟ كل بروغرام كل ليطاب عندها التخصص ديالها بالنسبه للادويه وبالنسبه لا بطبيعه الحال هو البروغرام ديال الفيتاس دومي فور بالنسبه ليه هو بروغرام واحد. كتستعمل نفس البروغرام والمسافه البروغرام ديالها بوحدها خاص. البروغرام ديال المسافه كتبغي تخدم مع الحمام حتى هو مزيان. وما تبغي ما تزقلش فيه، حيت هو البروغرام ديال المسافه خاصك تمشي معاه ضربه ضربه. وكنوصي كنوصي المواليع مزيان على قبل في المسافه، خاصو يتريني بالحمام مزيان قد ما ترينا قد ما الحمد لله راه ضروري يسخر لي الله في ديكلاراسيون مزيان. وداك الشيء اللي كاين تبارك الله عليكم. ولاباس ما ندير واحد الاطلاله على اللوفت كما كتشاهدوا معنا في الصوره، هذا هو اللوفت ديال الابطال ديالنا الحلوي الشاعري، ابطال جمعيه ملتقى الابطال وابطال عصبه الدار البيضاء الثقافيه والرياضيه. والابطال ديالنا راه برهونوا بشكل كبير ضمن المسافات الطويل والطويل الممتاز. اخر كلمه الاخ الحلوي. وكنشكرك الاخ بالعيد، وكنشكروا جميع اللي كيسهروا على في حق هاد الولاعه. والحمد لله ربي ما خيبناش، الحمد لله داز ديكلاراسيون مزيانه وفرحنا في هاد الديكلاراسيون. والله يسخر الجميع. الله يسخر الجميع. كنتمنى لكم التوفيق في المسابقه اللي غادي تكون غدا ان شاء الله، وهي مسابقه طاح ناحيه مدينه العيون. وتحيه لجميع الاخوان ديالنا اللي كيشاركوا معنا وكيشاهدوا معنا هذا الفيديو، وتحيه كبيره للطونديم ديالك الاخ الحسن الشاعري. وهذا كل ما يتعلق عند الابطال ديالنا الطونديم الحلوي الشعيري ضمن مسابقه مدينه اخفنير. ومن هذا المنبر كنشكر جميع الاخوان ديالنا جميع الابطال المغاربه سواء اللي كيتواجدوا بالوطن العربي اوروبا امريكا المملكه المغربيه خاصه. الى هنا نستودعكم الله وفي امان لقاء بكم مره اخرى ومع بطل اخر في امان الله.